عين لك النمرة غلط يا عيني. الله معك. شو؟ أي ساعة رجعت من الجامعة؟ شو الساعة واحدة؟ ليك عبدو؟ شو عامل الليلة؟ اش السؤال بايخ؟ اش بدي يكون عامل؟ درس. هيك بدك تقعد لوحدك؟ ليش أي متى ما قعدش لوحدي؟ حضرتك اش عامل؟ ولو؟ ما اليوم هالوين؟ عاملين حفلة بالجامعة طويلة عريضة، وعاملين جايزة لأحسن ديسكايز. شو؟ زي تنكري. وأنت بدك تشترك؟ شو لكان؟ في جايزة 500 دولار، هيدا عدا الجوائز الثانية. وين عاملينها؟ بالصالة بالجامعة، بتروح؟ لا أنا عندي درس ما فيش. بشرفك ولو عبدو. لا خيي ما عنديش درس، أنت إيش بدك تلبس؟ والله مش عارف شو بعرفني. ليك؟ شو قولك البس شي بخوف؟ لا مش حلو له، أول شي بقرف، ثاني شي صار مين ما كان بده يلبس كريم وزومبي ومدري إيش إني بليهم. طيب شو بلبس؟ ما بعرف. شو قولك؟ البس مرة. لا أبي البقلكش. بلبس رجال؟ أبي البقلكش. بلبس شو ما بيلبق لي يعني؟ لا قصدي انه بتنعرف بيعرفوك. ايه ليك بلبس ساحرة شريرة؟ لا مش ضروري، الساحرة المنيحة ما بيلبق لك. طيب شو بدي اعمل؟ شو اقولك اعمل انا وياك ديو؟ ديو؟ مثل مين يعني؟ نينا وريدة؟ نينا وريدة؟ لا يا زلمة، ديو لوريل وهاردي. لوريل هاردي يعني الناصح والضعيف؟ ايوه. مين ضعيف؟ مين ضعيف؟ انت. ومين الناصح؟ انا. ما بيلبق لك. انا فكري انزل عند معلم انيس، مرته خياطه بيكون عندها عده اشياء، هيك بتوحي لي بشيء. ايه ممكن. زورو انت، ليش انا بدي زورو؟ انا بعرف شو انت عايزه. لا زورو ما عرفته؟ زورو ما غيره اللي بفزفز على البلاكين؟ ايوه. ايه هيدي احلى فكره، عرفته لزورو؟ ايه عرفته لزورو. إيه؟ زورو وحصانه. انا زورو انت حصانه. ابي البقلش يا زورو. تنزل معي؟ لوين؟ عند معلم انيس. ما قلي جلادي. طيب يلا انا نازل وبطريقي بمرق عند ابو عادل، بركي بلاقي عنده مسكات. ايه بشرفك اذا عنده مسكات، في مسكة باب الاوضة منزوعة. الله انه انت مسخر عليك ابودي، معنا اعمل جو. طيب جالسة فدا تدخل في مدرسة وفر الأرض السلبية، وذلك عندما ما أعرف سمعي وخفخ شيء، وذلك في عندما تحت كل الأرض وذلك في لحظة بعد في مقطع، وذلك في من وذلك عام 1995، وذلك عام 1995. ميمي كيف عرفتني؟ من طولك. ولا شو انت طويل؟ لا بس اذا تنكرت دغري بيعرفوني من طولي. اشك عاملة داخلك؟ عاملة جولييت حبيبته لروميو. ورايحة سهرة الجامعة؟ وجاي اخدك معي وجايبت لك معي تياب روميو. انا روميو؟ ايه وليش لا؟ وهيك مثل انا وياك مشهد يلي بتعربش فيه لعندي على الشباك. ليش روميو كان يحط عوينات؟ لا ايه بس انا بحط عوينات. بتشيلهم؟ وكيف بعربش لعندك؟ ابي اقشعش بلاهم. فرجين قديش معك؟ اوه ابي نعدو شهدي شو فيهم. يبي شو قوية مش إيش عشي؟ ولا أنا إيش عشي، يعطيني هني كارلا. مين كارلا؟ ميمي. خلصني بلا سألتك، طلع غير تيابك تنروح على السهرة. لا عندي مليون شغلة، بعدين عندي درس. إنه ما بدك تروح معي على السهرة؟ لا أكيد. ميمي ليش عم بتقوليش أكيد؟ ما بدي. أكيد؟ إنه ما أقول روح على السهرة بلا روميو. دبري لك شي روميو. بركي ما لقيت. لا مبلا جامعة مليانة روميويات، عندك الروميو بندق له نوبة. بس انت احلى روميو، الك قلب تبعتني لوحدي؟ مين قالك تعملي جولييت؟ طب شو بدي اعمل؟ اعملي صاحبته شبح الاوبرا، هيك اذا سألوكي وانو شريكك قولي لهم شبح. فهمت اياه؟ بايخة. طيب ليكي عندي فكرة، قولي لهم للجنة الحكم انه انت جولييت من بعد ما مات روميو رايحة تنتحري. انا رايحة. تنتحري؟ رايحة فتش عشي روميو قبل ما انتحر. إتو ساندريون؟ ساندريون؟ أنا جولييت حبيبته لروميو. لايك منيحة فكرة ساندريون، هيك بتروحي وحدك على السهرة، بس بترجعي قبل 12. ها جولييت. أولي.
شو قولك؟ من وين بدي اجيب سيف؟ في عصا التمسيح اذا بدك. لولو بتبين. طيب ضروري سيف؟ خذ سكين المطبخ. عبدو بلا مزح، ما معي وقت. لا تعضربني. لا، في اعمل لك هيك. ما انا زورو. بتعرف شو؟ رح روح بلا سيف، بعمل زورو مسالم. بتعرف؟ حلوين تيابك ما بهم شيء. شو قولك بربح؟ يعني إذا نازل وحدك بالمصيبة بتربح إيه؟ لا، في شي 50 زاي. أحلى حفلة هالوين بيعملوها بالجامعة، بس بشرفك. مش هالوين؟ بلا هالوين. أنتو مين رايح؟ رح يمروا علي كريم ونايلة رح تلاقينا هونيك. ليك؟ ماشي حالك أنتو نايلة إيه؟ شفت يا زلمة من لطول؟ بعدين مهضومة. منيح لا بتلخبطش فيهم أنت. شو عم نلعب؟ شغلتنا. بعدين هون في مخ بعيدا عنك. ايه ما انت هيدا مش عم تستعمله الا لمغامراتك العاطفية يا زورو. انا نازل. حط السنتور. الله يخليك شيله شيله، الله يخليك بزرزع بدني منهم هودي شيله. شلته؟ مين كريم؟ رجع رجعوا الله يخليك رجع رجع رجع. اي يا عم انت بتخاف ليه؟ انا بزرزع بدني منهم كثير يا زلمه هالقصص، ما لقيتش افشع منه ككريم؟ يا عم ده احلى واحد فيهم. احلى واحد فيهم؟ لك عندي فكره لك، ليش تلبس زومبي انت؟ طريه شوي، البس زومبي جونيور مثلا. خلاص يا عم مش هلبس. قلت لك بزرزع بدني منهم يا زلمه، بترجع بتعطيني هيك ككريم؟ بقول لك ايه، ممكن اخش الحمام؟ عشان ايه؟ بودي مستنيني تحت بيعمل سيف بالقصبة وبعدين عاوزين نلحق السهرة. إيه لك انتبه السيفون بيراوكي بأوقات وخد هيدا معك. الفونس كيفك عبدو؟ اشتقنا لك يا زلمه. نحن بالاكثر. بعرفك على روميو تبعي حبيبي. عجبك؟ لبستني روميو بالقوه. انا ما كان بدي اشترك بس معقول زعل مني. شو لابقين لي؟ ايه هني لابقين لك بس جولييت مش لبقت لك. عم تحكي هيك اول شيء من غيرتك لانه ما عندك جولييت مثلي، ثانيا لانه نحن كوبل كثير ناجح وبناخذ العقل. هيك صارت. لكن كيف كانت؟ بعدين انا وين بدي الاقي احلى من هيك روميو؟ حبيبي. وانا وين بدي الاقي احلى من هيك جولييت؟ روميو جولييت. اشو هيدا؟ هيدا سكتش يلي رح نقدمه الليله، شوف لنا اياه. اوكي هات لشوف. يلا روميو، الا تخاف ان يراك احدا؟ لا نو، خبرت المامي انه جاي لعندك وما رح اتاخر. وماذا قالت لك حماتي؟ قالت لي ارجع على البيت او يتربيل لانه جايين لعنا ناس على الدينه. حبيبي روميو اعزف لي على جيتارك. ما اجمل عزفك، هل تعرف ان تعزف لا تهزك بوش التوتي؟ لا نو. مهضوم هسكتش مهضوم، يمكن تربحوا. اكيد رح نربح، وبعدين عاملين غنيه ما نسمعك عليها. امتيت شانسون اسمعها وشوفنا وين بدها تزبيط. هات لشوف. طلي طلي يا جولييت، طلي من شبناك البيت. طلي طلي يا جولييت، طلي من شبناك البيت. تطيلي حبلي من عندك حتى عربش على الحيط. طلي طلي يا جولييت، طلي من شبناك البيت. تطيلي حبلي من عندك عنافات. طلي طلي يا جولييت، طلي من شباك البيت. سديلي حبلي من عندك حتى عربش على الحيط. جولييت انا اخر همي، ما بفزع غير من امي، لازم قبل الساعة 8 كون
ونرجع على البيت. طلي طلي يا جوليات، طلي من شباك البيت، زديلي حبلي من عندك حتى عرفش على الحيط. يا روميو جاي الهوني بوقح حصانك، يا روميو جاي الهوني بوقح حصانك، شافك بيا بيقطش لك لسانك، وان اخذت ايد بيا يا روميو ترجع مغير على البيت. طلي طلي يا جوليت، طلي من شباك البيت، وان شافك بيك رح يسأل حتى عربش على الحيط. مهضوم الفكرة كتير انه روميو بيخاف من امه، مهضوم. طيب وين بدها تزبيط؟ وين بدها تزبيط؟ هي كلها بدها تزبيط، بس تمرق الليلة ماشي الحيلة. لا ما بدها تزبيط، حلوة كتير بتجنن. روميو مشي. شو هلا حستي؟ مش معقول بتضلك تحوسي، قبل ما نيجي لهون كانت حاسة بدها تيجي تفرجيك السكاتش. مشي. شو عبدو بتيجي معنا؟ البوس شي وروح. والله كان عبالي روح. عن جد؟ شو كان بدك تلبس؟ أنا بصراحة كان عبالي البس روميو، بس شفتك لابس أنت قلت بلاها. لا بليز البس أنت روميو، بتطلع أهدم أنت وميمي. ألفونس مشي. شو منشوفك هونيك؟ لا خلص بلاها، عندي درس. أوكي منشوفك. باي ألفونس. باي جولييت. هلا صار بدك تلبس روميو يا منكي؟ على كل حال رح روح على السهرة ورح أربح الجايزة كمان. روميو! مهضومة ميمي، عن جد مهضومة. هتا الدلفن لخيلتي ونو سلولير اخدو زورو. وقف 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 هون. في مالك؟ ما في شيء ما في شيء. بدي قيمة تياب زورو. ليه انت مش جاي على الحفلة؟ حفلة؟ بك اي حفلة يا زلمة، كبر عقلك. شو باك انت حفلة؟ امال ليه قلت لنا انت جاي على الحفلة؟ تمويه ولا شو بقعد يخلصني من لسان عبده؟ عرفت كيف؟ لا لا يا بودي. ايه؟ كريم انا اليوم عندي مهمة سرية. ايه هي المهمة السرية؟ بقول هيك بشرف انه شو بدها تكون المهمة السرية، بس هالمرة غير شكل. ما انت كل مرة بتقول لي هالمرة غير شكل، هالمرة غير شكل. هالمرة البيست اوف. لا يا بودي بلاش. كريم لك بشرفك بلا ما وعزك على القلب هلا، خلص خلصني يلا بدي امشي. طيب خلاص ارجع لك الساعة كام؟ الوحدة. خالتي خالتي كيف كيف جيت لهون؟ منين فتي؟ ما انتو تاركين الباب مفتوح كروحي. ايه بيكون بودي تاركو مفتوح. وانت ليش نايم هون؟ وينو بودي؟ بودي راح يحو عنده حفلة هالوين. حفلة ايش؟ مشي خالتي، حفلة تنكرية. وهلا الحفلة التنكرية صار اسمها هالوين مدراش؟ طيب خالتي اجيبك بهالليل، بعدين اشو هيدا اللي بستيه؟ ما جاني شنو؟ قلت بجيب شقة عليكم؟ بعدين ليش اني راحوا على السهرة وانت باقي هون؟ ليش ما رحتش معهم؟ خالتي عندي درس انا. منيح، الليلة استثنائية، ريحي لك من الدرس وقوم روح اسهر معه. خالتي بعد يومين عندي فحص. ساعتين زمان مش رح يأثروا على الفحص. خالتي اشي هيدي؟ هيدي العصا السحرية. ما بيصير، هيدا مش عدل، انت تبقى هون بالبيت تدرس وتكنس وتمسح وتطبخ وتجلي وهن يروحوا يسهروا؟ ما بيصير. عبده قوم وقف. خالتي اسمعي. قوم وقف. ايش بتحب تلبس على السهرة؟ خالتي عم تحكي جد؟ معلوم نحكي جد. انا بعرفك من انت وصغير بتحب هيد ايش اسمه؟ شارلي جابلن. مظبوط؟ مظبوط خالتي، بحبه كتير شارلي شابلن. هلا انا رح حولك من عبده لشارلي شابلن. خالتي اسمعي. اسمع انت وجماد، خلي المخرجة تعرف تحولك من عبده لشارلي. في شيء غريب عم يصير. ما في شيء ابدا غريب عم بيصير. انا الليله متنكره بدور الساحره الكويسه، بحق ليش اتنكر؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. قلتي عن جد حولتيني شارلي شابلن؟ شفت؟ قلتي عم بمشي مثله كمان. هلا صار فيك تروح على الحفله وتربح الجايزه كمان، بس انتبه لازم ترجع قبل 12 لانه عندك درس. خالتي ما الحفله بتبلش الساعه 12. على راحتك، المهم من بعد 12 بترجع عبده. خالتي قديش الساعه هلا؟ هلا شي 12
12 للربح. تبقاش تحرسك يا خيلتي. ايه ما تضيعش الوقت، عجل روح. خيلتي رديني عبدو الله يخليك. عطنا خيلتي اعملي معروف رديني عبدو. عطنا خيلتي رديني عبدو. 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 خيلتي خيلتي ايه؟ شو هالحل بهيدا؟ مين هلأ؟ ميمي؟ خلصت السهرة. ايه كيف كانت؟ منيحة. ايش ما عجبتك شو مبين؟ ربح كوب تاني غير نعامل كمان روميو وجولييت. يعني مثلكم يعني؟ نحن اهدم. وليش ما ربحتوش انتو؟ لانه ابن عمتها باللجنه وابن خالته باللجنه وخي ستها باللجنه وابن عمت خالتها باللجنه. ليش قديش كانت اللجنه؟ هو هن اربع اشخاص بس بيناتنا انا تغلبطت شوي بالغنيه. بيناتنا ليش هيدي غنيه؟ وينو الفونس؟ راح على البيت. بتعرفي حبوب هالشاب؟ عبدو؟ ايش؟ مش حرام الفونس؟ ليش حرام؟ هو مغروم فيي كثير وانا ما بظهر معه الا وقت الحشره. ايه لا اذا هيك حرام بلا. طيب شو لازم اعمل؟ ها؟ شو لازم اعمل؟ خليهم يكتروا. شو هن؟ اوقات الحشره. انه مش حرام انت ما تروح معي على السهره وتعمل روميو؟ ليش؟ تغني لك طلي طلي يا جولييت طلي. كيف كان بودي؟ ما كان. ها؟ بودي ما كان. مش مهضوم بعد ما شفتي شيء. تعرف انا نادرا ما بقبل اظهر مع شاب، بس انت ما بعرف هيك اول ما شفتك قلبي هتف لك وحصلت على رقمك وحكيتك. وانا اول ما شفتي ايه قلبي هتف لك. مش معقول. شو مهضوم انت عطول هيك؟ كيف يعني هيك؟ يعني جوك حلو. الحلو بده حلو. يا شو حلو. ما قلت لي عبدو انت ما بتخاف؟ اول شيء اسمي بودي. بعرف بس انا بحب عيط لك عبدو. مش اسمك الحقيقي عبدو؟ بس بغنجوني بودي. مش ناقصك غنج. طيب شو سؤالك التاني؟ كنت عم بسألك إنه إذا ما بتخاف. من شو بدي خاف؟ جوزي مثلاً. من مين؟ جوزي. ليه حضرتك مجوزي؟ جوزي رجال كتير مهم بالبلد. مين جوزك؟ سامع ب سعيد حلواني؟ لا بس إنه شيء مهم مهم يعني؟ مشان هيك قلتي لي لازم نتلاقى بمطرح سري؟ هيدا ابعد مطرح عن عيون جوزي. رجيله. شو؟ وقتك خفت؟ اعوذ بالله انا خاف؟ هيك لكن يا استاذ بودي عامل زورو تتفسفز عن جد على البلكين؟ عبدو بعتذر ما كان قصدي اذا زعجتك. لا بالعكس جيت بوقتك منيح اللي قلتي لي. يا بيي اشياء اعصابه رايقه. ليش قاعدي فابريك سيف وضل ساعه يقنعني تروح معه على السهره؟ مش شايف قدو محتال هذا الصبي؟ وفوق الدكي خطه مسكر. منيح الكريم خطه مفتوح والا ما كنا يمنا الليل الليله. عبدو انت ما تحسب يمكن ما كان قصده. يمكن ايش؟ يمكن ايش؟ الله يستر باش موقعنا باي مصيبه. ان شاء الله ما تطلع مجوزه. قلت له انا الليله نايمه عند اختي. لا مين قال لك فين؟ اعوذ بالله. مش انه بس انه ليه ما قلتي لي انك مجوزه؟ ما سالتني. ايه لا حلو حلو. لا انه معقول يكون مراقبلك خطيك؟ معقول كثير. يعملها. لا حلو 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 كثير. بس ما بعتقد مراقبلي خطي الليله.
لانه لو مراقب لي خطي كانوا طبوا الشباب دغري تبعونه. صاير قبل بمره يعني كثير كثير حلو. طيب انت بشوفك بكره شو بدك؟ خفت؟ لا اعوذ بالله. انا قال لي بس يرجع بدي افقعه بهدله. مجبور انا ضل على اعصابي كل الليل؟ لا مش مجبور، بس كريم قال لي انه رجع الساعه وحدة وكريم ما بيكذب. انا قهرني ليش بودي كذب؟ قال لي رايح مع القرود السود. لا يمكن يكونوا شقر. طيب يلا انا صار لازم امشي. بعد بكير، اقعد شوي. لا لا مضطر، مجبور، اذا بدك بشوفك بكره. بكره ما بقدر اشوفك. مش بروبلم، بعد بكره، بعد بكره، بس هلا مجبور. هتكون خيفان من جوزي. قلت لك لا. تعرف يا ريتني ما قلت لك. لا بالعكس كان لازم تقولي لي، لانه لكيني كلمه على جنب. مين حضرتك؟ نحن رجال البيك. اهلا اهلا بالشباب. يا اهلين يا اهلين، تفضلوا تفضلوا اهلين. انا والمدام اصحاب اصدقاء من الطفوله، بدك تقول يعني ربيانين سوا، عرفت كيف؟ يعني من نعومه الاظافر. نحن شوف شو بده الاخ. اخ اكلناها. خلص خلص شباب، بودي نحن كنا عم نعمل فيك ضرب. لا بلا هيدا معقول ضرب. يا حي الكاميرا هونيك. الا باي للكاميرا. باي للكاميرا؟ انه هلا انا اكلت الضرب خلص. انه حضرتك مش مجوزه؟ لا. طيب اي ساعه بشوفك بكره؟ قومي خلص، قومي روحي انت، انا بنطرن. معلش بنطرن معك. ليش تاخر؟ قوي هون كريم. وينكم يا زلمه؟ اشغلتوا لنا بالنا. معقول يا زلمه؟ وين بودي؟ جاي ماشي دلوقتي ورايا. ليش هي ماشي؟ عملنا فيه فصل، انما ايه؟ فصل ايه؟ اقعدوا اقعدوا وانا هقول لكم. كريم احكي. قول باي للكاميرا. هيك لكن وباي ارتعش زي الورقة. هذا كله من تصميمك انت؟ لا انا وشيلة من صحابي، وعلى فكرة هو متخيل ان التلفزيون هو اللي صوره. حرق رفك يا كريم، قلت لي ظبط الضرب مظبوط؟ اكيد، وكل ده متسجل على الشريط، والبنت اللي عملت كل ده كانت طبيعية بشكل وكانت مقنعة بشكل. بس على فكرة يا جماعة ما تقولوش ان انتوا عارفين. انا لازم امشي دلوقتي. وانا كمان بس حب اعرف شو رح يقول. عندي فكرة كريم. ميمي بودي؟ بودي جيت؟ ايه جيت. ايش كيف كانت السهرة؟ السهرة؟ ايه السهرة منيحة. دخلك؟ وين انت يا بزورو؟ رديتهم لمعلم أنيس. رديتهم لمعلم أنيس؟ هل بلان؟ ايه ما كان بعده واعي. طيب مين ربح بالسهرة؟ ها؟ مين ربح بالسهرة؟ واحد. واحد أو اثنين؟ واحد. بودي واحد أو اثنين؟ واحد عبدو واحد. شو بك؟ طيب ايش كان لابس؟ شي مثل من الفضاء. للفضاء؟ بودي ليش عم تكذب علي؟ أنا؟ بودي اللي ربح ما كانش نازل من الفضاء. بعدين أنت إيش عارفك؟ أنت ما كنتش بالحفلة. عن شو عم تحكي؟ بودي أنت كنت سهران أنت وحدي مش هيك؟ أنا؟ ليك يا بودي، بدك تروح روح مطرح ما بدك، أنا بمنعك شيء، بس يا خيي ما تكذبش علي، ما تقليش رايح على سهرة هالوين، تقعد ساعتين تقنعني تروح معك وأنت بدك شيء أروح من الأساس، وقعد تحت تفبرك سيف ومدري إيشني وتطلع لي كريم ومدري، معلش يا بودي خيي، بدك تروح اللي رايح عندي موعد، أنا بدي أمنعك شيء؟ شو عرفك؟ تلفنت لكريم تطمن عنك، قال لي كل شيء. وين هو كريم دخلك ما راح جابني؟ نطرني ساعة مشينا على الطريق. سوري عبدو، ما كان فيي أقول لك، ما بسترجي أقول لك شيء، ما أنت ما بتقعد تسكت. ولا يهمك بسيطة، حصل خير، خبرني كيف كانت ليلتك؟ اوه
روعة روعة. شو بدي خبرك؟ مرة غير شكل. بشرفك خبرني. اه خبرني. شو بدي خبرك يا عبدو؟ ومحسوبك مثل العادة كان قدها. بشرفك. حكيت حكي، عملت عمايل، سكوت انغرمت فيي. طيب ليك بودي ما سألش عنا، بركي كانت مجوزة مثلا. بلا طلعت مجوزة ومش قايلت لي. طيب ليك وانت ما خفتش؟ شو؟ أنا خاف؟ ما لقيت إلا بودي خاف؟ من هو أكبر راس؟ هلا بعرف من هو أكبر راس، بس إنه بركي مثلا إنه كان جوزها شي رجال مهم بالبلد وبيعت رجاله ومراقبين له مرته مثلا. إيه وإذا؟ دعوسهم واحد واحد بعد ما بتعرفني أنت حبيبي. طيب ليك بودي. بونسوار زورو. شو عم تعملوا هون؟ كريم؟ ازاي؟ شو بيك ما رح جبتني؟ نطرني ساعة؟ عشان الفصل يتزبط على الآخر. هلا أنت اللي عم مع هلا كلكم متفقين علي؟ فرجيكم. ليك ليش عم نعمل ديو أنا وياك لوريل وهاردي يا زورو؟ بودي الله يخليك بس شو الخط، ناطر تليفون من رانيا. مين رانيا؟ رانيا رفيقتي بالصف. ولو ما اليوم بيطلعوا علامات الادب بدها تلفن لي تعطيني علامتي. قليلي ما الا ضرب عملوا فينا كريم يا زلمه. تستاهل. قليلي انت كم ضرب عامل بحياتك تتعلم تكذب على ابن خالتك. رح وزع الفيلم بالجامعه. نحن ما حكينا شيء بجرس اكثر من هيك. تستاهل. يا رانيا. الو يا رانيا كيفك؟ كيف احوالك؟ ايه طمنيني. ليش؟ لا رانيا مش معقول في شي غلط. متأكدي متأكدي؟ 25/60؟ رانيا انو اكيدي. ممنونك انا عزبتك. يسلموا رانيا عزبتك. باي. اقول يا زلمة انا على الادب اخد 25/60؟ مش مزبوطة هيدي، ما انا دارس منيح. ما اقول في شي غلط عملته مش منتبه له. بودي اش اقولك انت؟ بسيطة عبدو بسيطة، بس انا مضطر خبر خالتك. لا بودي الله يخليك ما تخبر. عبدو ما فيي. بودي 25/60. عبدو ضميري ما بيسمح لي. يا بودي بتزعل مني كتير خالتي. ما فيي، شو بدي اعمل؟ عم ببقوا دم قلبه انت يعلمونا. بيعوا شقفة الارض عبدو. بودي ليش هتعمل فيي هيك يا بودي؟ في شي غلط عن يصير. ما في شي غلط، في ضرب صغير. ضرب صغير؟ ضرب ايش؟ انا ورانيا متفقين عليك، انت جايب 55/60. بس هلا صرنا صلح. تعمل ضرب فيي؟ اعمل ضرب بكريم يا خيي. 55؟ سي. خلاص يا عم مش هلبسهم. يا زلمه قلت لك بزرزع بدني منهم هودي. ممكن اخش الحمام؟ عشان ايه؟ بودي مستنيني تحت، بيعمل دلوقتي سكينه بالقصبة. شلتوه؟ يا امي دخلك رجع حطه، رجع حطه، رجع رجله رجله رجله. ايه يا عم انت للدرجة دي بتخاف؟ رجع رجله الله يخليك، رجع رجله، رجع رجله الله يخليك، بزرزع بدني. ايه يا عم انت للدرجة دي للدرجة. قوم روح اسهر معه. خالتي بس بعد يومين عندي فحص. ساعتين زمان مش رح يقصروا على الفحص. لازم طيب يا عم، بس ما تتلزق مع المشهد، ما بتلزق. بدي فيها على بالعكس انه منيح قلتي لي، لانه مثل هالوقت لازم تفوتوا.